السلام عليكم. ما كنا مشرع عن الثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند الالات المتاحه عباره عن تلوب. التلوب ده مربوطين في النص كده بالاسمص، يبقى التلوب ادي لوب ادي لوب، وهنا في اسمص. تمام. طيب دي تحت ايه؟ تحت الادمس ابل في الفرونت. تمام. بتبقى باتر فلاي او ويتش شيب بتكون من تلوب متصله بالاسمص. تمام. طب الامبريولوجي بتبقى جايه من البيز اوف ذا تانك، ادي اللسان كده بيطلع منه كده زي ايه؟ زي انفجرينيشن كده، وينزل عن طريق سايلو جولس الدكت وينزل يوصل ايه في النك. تمام كده. يبقى اذا ساعات الاقي في اكتوبيك ثايرويد، شويه كده ثايرويد تيشو ريمنانت اوف ثايرويد تيشو موجودين على البيز اوف تانك، وساعات الاقي سايرو جلوستال سيست داكت ريان حصل فيها سيست. تمام كده، انا اسمها سايرو جلوستال سيست. تمام. يبقى تبقى تاني كده، هي طالعه من البيز اوف ذا تانك، صلاح دي السن بتنزل ايه؟ تنزل في عن فرونت اوف ذا نيك. تمام كده. ساعات بيبقى في شويه ريمنانت اوف ثايرويد تيشو موجودين في البيز اوف ذا تانك، وساعات بلاقي ثايرو جلوستال سيست، وساعات بلاقي كمان ريترو ستيرنال. يعني ايه؟ يعني شويه ثايرويد كده ورا الاسترنال، اسمها ريترو ستيرنال، وكبرت تعمل ريترو ستيرنال جويتر. ماشي. طيب ابراز اللاي بتفصل لاي من سوبيريور انفيريور ثايرويد ارتري. الهيستولوجي قال لك الثايرويد عباره عن ايه؟ عباره عن فوليكلز، حويصلات كده فوليكلز. ادي مثلا ده الثايرويد، دي كده الثايرويد عباره عن فوليكولار سيلز بالشكل ده كده، عباره عن فوليكولار سيلز. ماشي. متبطنه من جوه بكولامنر سيلز، عباره عن متبطنه من جوه بايه؟ بكولامنر سيلز بالشكل ده. ماشي. او كيوبويدال سيلز، متبطنه من جوه بكيوبويدال سيلز. وفي عندنا شويه خلايا صغيرين كده بنسميهم البارا فوليكولار سيلز. البارا فوليكولار سيلز دي بتطلع الكالسيتون، مالناش داعي ده شغال على الكالسيوم. الفوليكلز دي بتطلع مين؟ بتطلع في ثلاثه وفي اربعه اللي هم الثيروكسين، دي اسمها الفوليكل. تمام. في هنا بلاد فيسل. تمام. في هنا ايه؟ البلاد فيسل. ماشي. طيب طيب الخلايا المبطنه للفوليك دي احنا قلنا طبعا عباره عن كيوبويدال سيلز. ساعات بلاقيها هايبر اكتف، هايبر اكتف، بلاقيها كولامنر سيل طويله شويه، كولامنر سيل. ساعات بتبقى ليس اكتف، بلاقيها ايه؟ بلاقيها فلات سيل او سكويما سيل. تمام. يبقى لو كانت الثيرويد نورمال بتبقى كيوبويدال سيلز، لو هايبر اكتف بتبقى كولامنر سيل، لو ليس اكتف بتبقى فلات او سكويماس سيلز. في هنا تجمع من الايه؟ من الثيروجلوبيولين في النص كده بنسميه كولويد. الكولويد ده هو المخزن بتاع الثيروكسين. تمام. المخزن بتاع الثيروكسين عباره عن ثيروجلوبيولين. لما الجسم يعوز ثيروكسين يبعت اشاره للكولويد ده عشان ايه؟ يبعت اشاره للجلاند عشان تكسر في الكولويد وتطلع تي 3 وتي 4. طيب ازاي بتصنع الثيروكسين؟ ازاي بتصنع الثيروكسين؟ انا عندي هنا مثلا دي الفوليكل ده، وفي هنا وعاء دموي جوه الثيرويد، وعاء دموي. تمام كده. الخليه بتاعت الثيرويد دي، الخليه بتاعت الفوليكل دي، هي لو انا خدت خليه واحده بس وبصيت عليها هلاقي في البيز ولاترال بوردر، ده اللي قريب من البلافسل، وفي هذه اليومينال بوردر. اليومينال بوردر ده اللي قريب من الكليه، قريب من اليومين. تمام كده. ماشي. لو جيت رسمت كده مثلا، ادي دي كده الفوليكل بالشكل ده كده، دي كده الفوليكل. ده خليه واحده بس من الفوليكل، خليه واحده بس. انا مش احنا دي فوليكل، ها دي فوليكل، انا خدت واحده من دي بس، خدت دي بس وهرسمها، دي بس واحده منهم بس وهرسمها. تمام كده. في هنا اليومن، في اليومن البوردر ده كده بنسميه اليومن البوردر. تمام. وفي هنا بلاد فيسل بالشكل ده، فبنسمي ده البيزو لاترال بوردر، البيزو لاترال بوردر. ماشي. اولا في حاجه اسمها الايود، الايودين. ماشي. دي بقى احادي، احادي التكافؤ بالشكل ده. تمام. موجود في البلاد، حصل له امتصاص من الجي اي تي. ماشي. موجود في البلاد. قال لك هياخد الاول، هيحصل ابتيك للايودين ده، هيحصل ابتيك للايودين. في بامب معينه كده بتعمل ابتيك للايودين، بامب معينه بتعمل ابتيك للايودين، الايودين دخل جوه الخليه. تمام. بعد كده بيمشي جوه الخليه، يوصل لليومن، يوصل لليومن، في بامب برضه هنا كده هتروح زق اليود لجوه. تمام. اليود عشان يشتغل ويصنع ثيروكسين لازم يحصل له اكسيديشن، لازم يحصل له اكسيديشن، بيتحول اي 2 لاي 2. ماشي. عن طريق انزيم اسمه الثيرويد بريكزيريز، البروكسيليز. تمام. بيعمل اوكسيديشن، البروكسيليز ده بيعمل ايه؟ بيعمل اوكسيديشن، وبيحول الاي احادي لاي ثنائي، لاي 2. تمام. بعد كده في عندي الدي ان ايه، الدي ان ايه بيتحول طبعا موجود في النيوكليس. تمام كده. ادي الدي ان ايه بيتحول لام ار ان، يحصل له ترانسكريبشن. تمام. ثم يحصل ترانسليشن، يديني ايه؟ بروتينات، يديني بروتينات بنسميها تايروزين ريزيديو، تايروزين ريزيديو. تمام. التايروزين ريزيديو دي تروح مرميه في مين او محطوطه في مين؟ في اليومر بتاع الكوليجين. ادي هنا تايروزين ريزيديو، وادي هنا التايروزين ريزيديو، واليود. اليود ده ان اورجانيك يود، ان اورجانيك يود. بيحصل ارتباط اليود مع التايروزين ريزيديو، يعني تحول اليود، تحول اليود من ان اورجانيك لاورجانيك. بنسمي الحركه دي الاورجانيفيكيشن، اورجانيفيكيشن اوف يود، او الايودينيشن اوف تايروزين. ماشي. يبقى ارتباط، عمليه ارتباط اليود مع تايروزين بنسميها الاورجانيفيكيشن اوف يود،
او الايودينيشن اوف تيروزين عن طريق برضه نفس الانزيم اللي هو الايه الثايرويد بيروكسيليز. تمام. بعد كده بيتكون لي حاجه اسمها مين، بيتكون لي حاجه اسمها المونو ايودو تيروزين والداي ايودو تيروزين. الداي ايودو تيروزين، المونو ايودو تيروزين عباره عن تيروزين ريزيديو ماسك فيه 1 يود، ماسك فيه يود واحده بس، فبنسميه مونو ايودو تيروزين، يعني تيروزين ماسك فيه 1 يود. طيب داي ايودو تيروزين معناها تيروزين ماسك فيه 2 يود، ادي 1 ادي 2، تمام، اسمه داي ايودو تيروزين. برضه بنفس الانزيم اللي اسمه تيشو بروكسيليز. بعد كده بيحصل حاجه اسمها الكابلنج. الكابلنج ده يعني ايه؟ انا هكون تي 3 وتي 4، هكون تي 3 وتي 4. لو حصل ان الداي ايودو تيروزين مسك في واحد كامل، في واحد كمان اسمه داي ايودو تيروزين، يعني اثنين داي مسكوا ببعض، 2 و2 4، ادي دي 2 يود ودي 2 يود، مسكوا ببعض بقوا ايه؟ بقوا تراي ايودو تيروزين، تمام كده، اللي هو تي 4، او اسمه بقى تترا ايودو تيروزين، بقى تي 4، تمام؟ لو الداي ايودو تيروزين مسك في المونو ايودو تيروزين، واحد 2 و1 يبقوا 3، يبقى تراي ايودو تيروزين تي 3، تي 3. ده كده اسم السايروكس. السايروكس عباره عن تي 4 وتي 3 وتي 3، ماشي؟ طيب بيتخزنوا جوه الفوليكل على هيئه مين؟ على هيئه كلويد. الثاير جلوبيرن ده بيتخزن جوه، اسمه الثاير جلوبيرن، تمام؟ بيتخزن جوه في الفوليكل بنسميه الكلويد. تجمع الثاير جلوبيرن اللي هو عباره عن المونو ايور تيروزين والداي ايور تيروزين، بيتجمع في النص كده، بيعمل لي حاجه اسمها الكلويد، ماده لونها احمر كده، تمام؟ ماشي. طيب يبقى انا دلوقتي عشان تو سمرايز، انا دلوقتي اليود ماشي في الدم، حصل امتصاص من جي اي تي ووصل للدم، اسمه اي، بيبقى حاله تكافؤ، تمام كده؟ طيب بيوصل لي عن طريق البيز بلاتر بوردر، في بامب معينه كده، البامب دي بتروح بتعمل ابديت لليود، دخله في الخليه، تمام، بتبقى اكتف ترانسبورت، تمام. اليود ده بيتنقل بعد كده عن طريق اليومينال بوردر، في بامب هنا برضو كده بتروح نقله اليود من جوه الخليه لليومن بتاع الفوليكل، تمام. بعد كده عندنا في الدي ان ايه موجود فيه، الدي ان ايه موجود موجود في النيوكليوس، بيتحول لام ار ان ايه يحصل ترانسكريبشن، ثم يحصل ترانسليشن، يديني بروتين اسمه تايروزين ريزيديو. التايروزين ريزيديو ده التايروزين ريزيديو بيمسك في اليود، بيعمل حاجه يحصل اورجانيفيكيشن اوف تايروزين او ايودينيشن، اورجانيفيكيشن اوف يود او ايودينيشن اوف تايروزين. العمليه دي بتحصل عن طريق الثايرويد بيروكسيليز انزيم، تمام. بعد كده بيحصل ايه؟ بيتكون حاجه اسمها المونو ايودو تايروزين، يعني تايروزين ماسك فيه 1 يود، وداي ايودو تايروزين يعني تايروزين ماسك فيه 2 يود، تمام. لو الداي مع مع الداي 2 و2 4 يبقى تترا ايودو تايروزين او تي 4، لو الداي مع المونو يبقى يبقى تراي ايورو تيروزين او تي 3. التي 3 وتي 4 ده بيتكون حاجه اسمها ستايرو جلوبيولم، بيتكون على هيئه ايه؟ تخزن على هيئه كلويد موجوده في اليومن بتاعه الفوليكل. فرضا دلوقتي الجسم عايز ثيروكسين، الجسم عايز ثيروكسين، فهيكسر الكلويد ده، هيكسر الكلويد عن طريق الدريبتيوريتيك انزيم، عن طريق البروتييز انزيم، يكسره يديني تي 3 وتي 4. يبقى تي 3 وتي 4 ده ماسك في بعضه كده، مكلكع في بعضه كده، انا بفصل تي 3 وتي 4 عن الكلويد، بفصلهم وبرميهم في الدم، بريمهم ايه في الدم، تمام. تي 3 ده بيبقى حوالي 10%، نسبته حوالي 10%، ماشي، من 7 ل 10%، تمام. وتي 4 بيبقى حوالي 90%، مع ان التي 3 ده هو نسبه صغيره، ولكن هو مور اكتف، هو ده اللي بيشتغل اكتر، تمام، مور اكتف، بس شورت هاف لايف، شورت هاف لايف، بيشتغل حاجه بسيطه ويخلص، تمام كده. طيب التي 4 ده 90%، بس ايه؟ ليس اكتف، ليس اكتف، تمام. ايه اللي بيحصل؟ بيتحول بيتحول التي 4 للتي 3، تمام، لتي 4، من تي 4 لتي 3 عشان يديني المور اكتف فورم، تمام، عن طريق حاجه اسمها الدي ايودينيز انزيم، الدي ايودينيز انزيم، تمام. الفايف داش دي ايودينيز انزيم، تمام. دي ايودينيز انزيم ده بيحول تي 4 لتي 3، تمام. ساعات بيتلخبط الانزيم ده ويغير في الصيغه البنائيه بتاعت المركب او بتاعت تي 3 ده، ويعمل لي حاجه اسمها الريفيرز تي 3، ده بيبقى ان اكتف فورم، مالناش دعوه بيه. المهم ان هو يحول تي 4 لتي 3 عن طريق حاجه اسمها البريفرال كونفرجن، التيشو كونفرجن، بيتحول تي 4 لتي 3. اذا التي 3 مصدره حاجتين، يا اما جاي من الكنان ده نفسها بنسبه 10%، وال 90% التانيين بيتحول تي 4 لتي 3 عن طريق التيشو كونفرجن، عشان التي 3 بيبقى مور اكتف فورم، تي 3 بيبقى مور اكتف فورم، تمام. بعد كده تي 3 ده بيتشال على حاجه اسمها الثيروكسين بايند جلوبيولين، الثيروكسين بايند جلوبيولين، وبتشال على البومين، وبتشال على البري البومين، تمام. دول بيصنعوا من الليفر، بيصنعوا من الليفر، تمام. بما ان هم بيصنعوا بالليفر من الليفر، وبالتالي في مشكله في الليفر، هلاقي الثيروكسين بايند جلوبيولين ده قليل، ماشي. والبريجنسي، في حاله البريجنسي الثيرويد بايند جلوبيولين ده هيزيد، ثايرويد بايندنج جلوبيولين، ماشي. اولا عندي تي 3 يا اما فري يا اما باوند،
فري يعني مش الدم فري بيتفسح ويعمل الاكشن بتاعه تمام. داون يعني ماسك الثايروين في الثايروكسين باين جلوبين تمام، مسميه الداون فورم بيبقى ان اكتف، بيبقى ان اكتف تمام. انا بقيس التي 3 وتي 4 الداون فورم، الداون فورم في حاله السيروزس هلاقي تي 3 هلاقي الثايروكسين باين جلوبين قليل، فهلاقي الداون فورم قليل، فهلاقي الفري فورم عالي تمام كده. فيحصل تي 3 وتي 4 بيبقى عالي، تي 3 وتي 4 بيبقى عالي ماشي، والتي اس اتش هيبقى قليل نيجاتيف فيدباك ماشي. البريجنسي بيبقى الثايروكسين باين جلوبين عالي، فالباوند فورم هيبقى عالي، فالفري فورم هيقل، وبالتالي تي 3 تي 4 هيقل، فالتي اس اتش نيجاتيف فيدباك هيزيد فيحصل جويتر ماشي. الثايروكسين بيعمل ايه؟ هو بيشتغل على كل خليه من الجسم تمام، لان هو خاص بالميتابوليزم، خاص بالميتابوليزم. بيطلع ازاي بقى؟ قال لك في هنا كان في حاجه اسمها هايبو ثالاموس، الهايبو ثالاموس ماشي، هايبو ثالاموس. في عندنا هنا ميديان امينانس، وفي عندنا بيتيتو ستوك، وفي عندنا بستيريو بيتيتري وانتيريور بيتيتري تمام. الانتيريور بيتيتري دي في خليه اسمها ايه؟ الثايروتروبس، الثايروتروبس تمام. طيب الهايبو ثالاموس بتطلع حاجه اسمها تي ار اتش، الثايروكسين تي ار اللي هو الايه؟ التي اس اتش ريليسنج هرمون، تي ار اتش. التي ار اتش بينزل عن طريق الهايبو ثالامو هايبوفيزيا بورت اوف سيركوليشن، ينزل من الهايبو ثالاموس تمام، ينزل لحد ما يوصل للثايروتروبس في الانتيريور بيتيوتري، يشتغل على الريسبتور بتاعه. الريسبتور بتاعه ده اسمه جي كيو ريسبتور، جي كيو ريسبتور بيزود مستوى الكالسيوم. لما يزيد مستوى الكالسيوم ده بميكانيزم معين كده، كان حاجه اسمها الداي اسايد جليسرول انستول ترايفوسفيت مش مهم، يبقى الجي كيو ده لما بيتنشط بيزود الكالسيوم، الكالسيوم يزود الريليس بتاع التي اس اتش. اذا التي اذا الثايروتروبس بتاع الانتيبيوتيك بتتري تطلع التي اس اتش. التي اس اتش يروح يشتغل على الفوليكلز، الفوليكلز بتاعت الثايرويد جلاند، الثايرويد جلاند تمام. في هنا فوليكلز، الفوليكلز دي الفوليكلر سيلز يعني عليها الريسبتور بتاع تي اس اتش، اسمه اللي اسمه الريسبتور بتاع تي اس اتش اللي اسمه ايه؟ تي اس اتش ريسبتور هو جي اس، جي اس ريسبتور يعني بشر السايكليك اي ام بي، بيزود السايكليك اي ام بي عن طريق بيحول اي تي بي لسايكليك اي ام بي عن طريق ادرينال سايكليزم صحيح. المهم في الاخر بيزيد السايكليك اي ام بي، فبيزود البروتين كينيز اي، بيزود البروتين كينيز اي تمام. البروتين كينيز اي بيعمل فوسفوريليشن تمام، فبينشط البامب بتاعت الايودين، بينشطها البامب بتاعت الايودين، وبينشط التشو الثايروكسين بيروكسيريز، بيروكسيريز انزيم، فبينشط الايودينيشن والكابلنج والحاجات دي، فبيزود تصنيع الثايروكسين، بيزود تصنيع الثايروكسين عشان يزود التي 3 وتي 4 في الجسم كمان. وكمان بيحصل تشو كونفرجن، التي 4 بيتحول لتي 3 عشان يديني مور اكتف فورم تمام. طب دلوقتي الثايروكسين خلاص الحمد لله احنا وصلنا لتي 3 هو المور اكتف فورم، هيشتغل على كل خليه محتاجه الجسم، هيعمل ايه؟ الموست كومن او الموست امبورتنت فانكشن بتاعته الفيزيكال ماتوريشن، شغال على السكيلتال سيستم والفيزيكال ماتوريشن، خلي الطفل يكبر تمام، والمنتال ماتوريشن مسؤول عن المنتال ديفلوبمنت والسيكشوال ديفلوبمنت تمام. يبقى فيزيكال ومنتال وسيكشوال ديفلوبمنت. كمان بيشتغل على مين؟ بيشتغل على الاكسجين، بيزود الاكسجين كونسمشن، والبيزل ميتابوليك ريت بيزود معدل الحرق في الجسم، والكربوهيدرات بيعمل ايه؟ هو بيزود الايه؟ بيزود الجلوكوز، بيزود الجلوكوز. ازاي بيزود الجلوكوز؟ عن طريق ان هو بيزود الابتيك، بيزود الابتيك تمام، وبيزود بيزود اسمها ايه، بيعمل اب ريجوليشن او بيزود الريسبتور بتاعك اللي هي بيتا ريسبتور اللي موجود على الليفر، فبيزود الجلايكوجينولوسيس، بيزود الجلايكوجينولوسيس عامل تكسير الجلايكوجين، وبيزود كمان الجلوكونيوجينوسيس عمليه تصنيع الجلوكوز من نان كربوهيدرات ماتيريال، وبيزود السنسيتيفيتي اوف بيتا ريسبتور تو كاتيكولامينز، فبيزود في الاخر يعني بيزود الجلوكوز، يعني هو انتي انسولين افكت يعني تمام. طب الليبيد بيقلل الكوليسترول، بيقلل الكوليسترول تمام، هو ايه يعتبر ايه؟ يعتبر لايبوليتيك، لايبوليتيك تمام. البروتين كاتابوليك، بروتين كاتابوليك ماشي. طب الفيتامين بيزود على مستوى الفيتامين، بيحول الكاروتين لفيتامين ايه، عشان كده لو قل هيعمل هايبر كاروتينيميا، يعمل مايميك كونديشن، مايميك الهايبوثايروتيزم يعني كونديشن مايميك الجونس ماشي. طب الكاتيكولامينز التشو بيزود التشو ريسبونسنس، بيزود حساسيه التشو للكاتيكولامينز تمام. طيب الديفلوبمنت احنا قلنا بيستنجريت سكيلت ديفلوبمنت والمنتال ديفلوبمنت والسكشوال ديفلوبمنت، بيزود هيدريت، بيزود سباتريت، بيزود الاثروبويسيس، بيزود تصنيع الاوبسيس، بيزود تصنيع الاوبسيس وكمان مسؤول عن السرفكتنت فورميشن او السرفكتنت ماتيوريشن، عشان كده لو قل بيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم لما يقل تمام، ولما يقل كمان بيعمل ديلايد في السيرفيكال جامبوس، عشان هو مسؤول عن تحفيز والستيميليشن بتاع مين؟ بتاع البريك لاين فرانس كريس انزايم في الليفر ماشي، ومسؤول عن الليمف سايت ماتوريشن ماشي. طيب
ايه فاكتور افكتنج افكتنج التي 34 التي ار اتش بيطلع مع الهايبوثالامس، تشتغل على السايد دروب، على السايد دروبس اللي موجوده في البيتيتري، تطلع تي اس اتش زي ما قلنا، تشتغل على الفوليكلز بتاعه الثايرويد فطلع تي 34 انهبيتد نيجاتيف فيدباك، لما يزيد تي 3 وتي 4 لما يزيدوا في الجسم يعمل حاجه اسمها داون ريجوليشن، يروح على مين؟ يروح على السيروتوبس بالانتيريور والبيتيتري ويعمل داون ريجوليشن اوف تي اس اتش ريسبتور، يعمل داون ريجوليشن اوف ريسبتور ماشي كده؟ داون ريجوليشن هيقل تي اس اتش، هيقل تي اس اتش وهيقل مين؟ هيقل كمان بقى. يعمل داون ريجوليشن كمان على التي ار اتش، فالتي ار اتش يبدا يقل، التي ار اتش يبدا يقل ماشي، يبقى اذا نيجاتيف فيدباك على مستوى تي اس اتش بنسميها الشورت، الشورت في نيجاتيف فيدباك، وعلى مستوى الهايبوثالامس بنسميها اللونج نيجاتيف فيدباك. الايتيولوجي بتاع الثايروكسكوزس، امتى الثايروكسين يعلى، الثايروكسين يعلى في الجسم تمام، برايمري الجريفز ديزيز، الجريفز ديزيز ده هنعرف كمان شويه، السكندري التوكسيك نودولار جويتر، حاجه اسمها البلامر ديزيز، بيحصل ادينوما، ادينوما ادينوما دي زي تيومر كده او كلكيعه كده بتطلع تي 4 تمام، تي اس اتش بتبقى تيومر، ده مشكله في البيتيوتري بتبقى سكندري، يعني البيتيوتري الثايروكسين بتاعتي البيتيوتري بتطلع تي اس اتش بنسبه كبيره تمام، بتشتغل على فوليكلز وتطلع تي 3 وتي 4 بنسبه كبيره، فيحصل ثايروكسكوزس. اكتوبيك ثايرويديشن كولي كارسينوما، ده تيومر في البلاسنتا بيطلع مين؟ بيطلع تي 3 وتي 4. ثايرويدايتس حاجه اسمها هاشيموتو ثايرويدايتس اوتو من ديزيز بي افكت الثايرويد جلاند، بيعمل هايبو ثايرويدزم، ولكن في بدايه الامر في بدايه الهاشيموتو بيبقى في ترانزيانت ثايروتوكسيك ستيج، في ترانزيانت ثايروتوكسيك ستيج، وكمان فايرال انفكشن حاجه اسمها الديكيرفيان ديزيز، الديكيرفيان ديزيز. طيب اكسوجنس اي دي بنسميها الجود، الجود بيسدو فينومينا، لما يزيد الايدين هيزيد تصنيع تي 3 تي 4. اياتروجينيك، اياتروجينيك اكسس تي اس اتش او تي 4 او الامايدرون، او الامايدرون ماشي، حاجه اسمها كمان الثايروتوكسيك توكسيكوزس اشياء دي اكسوجنس ابتيك، دي الاكسوجنس انتيك للثايروكسين تمام. طيب البرايمري ثايروتوكسيكوزس الاسباب بتاعته اوتو اميون ديزيز، الاوتو اميون من المعروف ان هو بيكسر الخلايا، لما يجي اوتو اميون ديس اوردر في اي اورجان غالبا بيكسره، هنا غريبه شويه الاوتو اميون لما بيجي بيلاقي الطيب طيب 5 هايبر سيتيفيتي، بنسميها طيب 5 هايبر سيتيفيتي تمام، بتكبر في الجلد، بتكبر في الاوردر، هنا غريبه شويه لان الاوتو اميون غالبا بيكسر، اما هنا ده بيكبر ليه؟ هنعرف كمان شويه. بيج ان اسوشيشن للهلا بي 8 والهلا دي ار 3، احنا قلنا ده ده انتجن موجود على الواي بي سيز وموجود على الليمفوسايت بنسميه الهيومن ليمفوسايت انتجن، ده انواع كتيره، قال لك ايه كل نوع بيبقى اسوشيتد مع مرض معين، هي الهلا بي 8 والهلا دي ار 3 اسوشيتد مع فايروتوكسيكوزس تمام، قال لك الموست كومن كوز للثايروتوكسكوزس هو الاوتو اميون ديس اوردر، بيبقى بيعمل جويتر يعني كلكيعه كده في الرقبه بتبقى بينلس، ويحصل حاجه اسمها اوبستالموباثي بيأفكت العين يعني، ودرموباثي بيأفكت الجلد زي ما هنعمل كمان شويه. قال لك ايه بيحصل اوتو انتيبودي، اوتو انتيبودي بيبقى شبه التي اس اتش بنسميه الثايرويد ستيميليتد اميونوجلوبولين او تي اس اتش ريسبتور انتيبودي تمام، قال لك ده بيعمل ايه الاوتو انتيبودي ده شبه التي اس اتش، شبه مين؟ شبه التي اس اتش ماشي، شبه التي اس اتش، فبيعمل ايه؟ من المفترض عندي مثلا وليكن دي الفوليكل، الفوليكل بتاعت البيتيتري، الفوليكل قصدي بتاعت الثايرويد جلاند فيها تي اس اتش ريسبتور، تي اس اتش ريسبتور ده يبقى تي اس اتش بيبقى جاي من الانتيرو بيتيتري عشان يحفز الثايرويد انها تطلع تي 3 تي 4، فبيشتغل على مين؟ على الريسبتور بتاعه اللي هو جي اس ريسبتور تمام، عشان يزود سيركل ان بي ويزود كلينز ايه، فبيزود تصنيع الثايروكسين تمام، التي اس اتش ده بيبقى شورت اكتنج يعني بيشتغل شويه ويفك، بيشتغل شويه ويفك تمام. قال لك بقى في اوتو انتيبودي، الجهاز المناعي بيطلع اوتو انتيبودي بيبقى شبه التي اس اتش، بيمسك الريسبتور بتاعه ويحفز الريسبتور بتاع التي اس اتش ريسبتور على الفوليكل بتاعت الثايرويد جلاند، فيخليها تصنع، يخليها تصنع تي 3 تي 4. طب ايه المشكله يا عم؟ زي التخخرين ما خليه يصنع، ايه المشكله؟ لا المشكله هنا ان ده لونج اكتنج، ان ده انه ماسك بالريسبتور ويكلبش فيه، فايه يعمل اكسسيف ستيميوليشن للفوليكل بتاع الثايرويد، فيخليها ايه تطلع الكميه كبيره جدا في 3 في 4، العضو الذي يستعمل ينمو، العضو الذي يستعمل ينمو، هيزود السايز بتاع الجلاند ويزود الفاسكولاريتي ويبدا تكبر يعني جولدر تمام، فيطلع كميه كبيره جدا من تي 3 تي 4 تشتغل على التشو وتعمل الاكشن بتاع الثايروتوكسيكوزس. يبقى من المفترض ان نورمالي التي اس اتش ده كان يشتغل فتره بسيطه ويفك، عشان كده ما بيحصلش ثايروكسكوزس، هنا بقى هيشتغل فتره طويله ويمسك في الريسبتور بتاعه ويطلع تي 3 تي 4 بنسبه كبيره جدا، يشتغل على التشو ويعمل ثايروتوكسيك مانيفستيشن، وكمان لما يشتغل على الجلاند ويخليها تطلع كميه كبيره جدا من تي 3 تي 4، العضو الذي يستعمل ينمو فيزود السايز ويزود الفاسكولاريتي بتاع الجلاند فتكبر تمام، فتعمل جويتر تمام، فتعمل ايه؟ فتعمل جويتر. كمان في حاجه الاوتو انتيبودي ده، الاوتو انتيبودي اللي راح تفاعل مع تي اس اتش ريسبتور اللي شبه العين اللي شبه التي اس اتش ريسبتور ده كمان بيبقى مايميك او لو انتيجينيك سيميلارتي في مناطق ثانيه، يعني ايه؟ الاوتو انتيبودي ده
لقى تي اس اتش شبهه، فاشتغل على الريسبتور بتاعه، فعمل لي ثايرويد كوتيكوزس. تمام، قال لك هو كمان التي اس اتش ريسبتور، التي اس اتش ده او اللي هو الاوتو انتي بودي اللي اتكون ده بيبقى شبه الاوربيتال تيشو، التيشو بتاع العين، التيشو بتاع العين اوربيتال تيشو، وشبه الجلد، الجلد الاوفرلاين التيبيا، يبقى السكين اوفرلاين التيبيا. ماشي، قال لك الاوتو انتي بودي ده اللي اشتغل على تي اس اتش ريسبتور، الاوتو انتي بودي ده اللي طلع من الجهاز المناعي هيروح يشتغل على السكين اوفرلاين التيبيا، الجلد اللي فوق، اللي فوق قصبة الرجل، تمام كده، السكين اوفر تيبيا. تمام، فيعمل ايه؟ يعمل انتيجين انتي بودي رياكشن ولينفوسيتيك انفيتريشن، لينفوسيتيك انفيتريشن وايدينا، وايدينا وبروتيوجلايكان اكيوميليشن، شويه ايه، شويه سكريات، شويه بروتينات، شويه دهون، شويه مش عارف ايدينا، شويه خلايا مناعيه تبدا تتجمع وتتكلكع كده في الجلد اوفر لاين التيبيا، تعمل حاجه اسمها البري تيبيا ميكسيريما، البري تيبيا ميكسيريما، يبقى الجلد اوفر لاين التيبيا بيبقى تخين شويه، حاجه اسمها البري تيبيا ميكسيريما، البري تيبيا ايه الميكسيريما، ماشي، عشان تكون ميكسيما تستشفى. هنا مش ميكسيريما يعني هايبوثيرويزم، لا، هنا عشان ايه الكلاكيع اللي اتكونت دي، الليمفوسيتيك انفيتريشن والاميون رياكشن اللي حصل عند الجلد ده. تمام، كمان الاوتو انتيبودي اللي تفاعل مع تي اس اتش ريسبتور ده، الاوتو انتيبودي ده هيروح يشتغل على الاوربيتال تيشو، ليه؟ لانه شبهه، الاوربيتال تيشو شبه الاوتو انتيبودي ده، فالاوربيتال تيشو عباره عن فات، عباره عن كونكتد تيشو، عباره عن لاكرمال جلاند، تمام، عباره عن اكسترا اوكيولار ماسل، اكسترا اوكيولار ماسل سبيشالي ميديال ريكتاي وانفيريور ريكتاي. تمام، فالاوتو انتي بودي ده بيروح يعمل تفاعل رياكشن مع الفات بتاع الاوربيتال تيشو والكونكتد تيشو والاكسترا اوكيولار ماسل سبيشال ميديال ريكتاي وانفيريور ريكتاي، وكمان بيتفاعل مع ليكرم جلاند، فبيعمل برضه نفس الحكايه، ليمفوسيتيك انفيتريشن، ادينا، بروتيك جلايكان اكيوميليشن، بريتيبيال ميكسيديما، قصدي اسمها بروتيك جلايكان اكيوميليشن، كل ده بيتكون ورا حبايه العين، ورا حبايه العين، فيزق الحبايه بره، الكلاكيع اللي حصل دي الليمفوسايت والاديما والحاجات دي بتتجمع ورا حبايه العين فتزق الحبايه بره، فتعمل بروبتوزس او اكسس فانوس، جحوظ العينين اللي بيحصل في الجريبز ديزيز. ماشي، تو سمرايز، الاوتو انتي بودي راح، الاوتو انتي بودي الجهاز المناعي طلعه، هيشتغل على ثلاث مناطق، هيشتغل على ثلاث مناطق، تمام، هيشتغل على التي اس اتش ريسبتور، ويخلي الجلاند، يخلي الجلاند تطلع كميه كبيره جدا من تي 3 وتي 4، فيعمل فاير توكسيك مانيفستيشن، والعضو الذي يستعمل ينمو، فالجلاند هيكبر، يحصل انكريس سايز وانكريس فاسكولار، يحصل ايه، جريفز ديزيز او فاير توكسيك جويتر. تمام، وكمان الاورجن الثاني او منطقه ثانيه اللي ليها انتيجينيك سيميلاريتي مع تي اس اتش ريسبتور، الاوتو انتي بودي هيتفاعل معاها، يتفاعل مع اوربيتال فات والكونكتد تيشو والاكسترا اوكيولار ماسل، فيعمل ايديما، بورتو جلاكن اكيوميليشن، ليمفوسيتيك انفلتريشن، وكرونيك انفلاماتوري سيلز تتجمع ورا حبايه عين فتسيب الحبايه بره، فتعمل بروبتوزس واكسترا ماسل. بعد كده الانفلاميشن ده بيتحول لنكروزس فيبروزس، ويأثر على العين، ممكن يعمل اوبتيك اتروفي، ممكن يعمل كورنيال ألسر، بنسميها المالجنت اكزوفثالموس او ثايرويد اوفثالموباثي امرجنسي سيتويشن. تمام، طيب كمان بيتفاعل مع السكين اوف تيبيا، ويعمل بروتيك جلاكين اكيميليشن، والحاجات الكلاكيع اللي هتتعمل دي هتتعمل في الجلد بتاع التيبيا. تمام، فتعمل سكدري تيبيا ميكسري، كمان مع اذر اوتو اميون ديزيز، مع ساينك لارجمنت، مشكله في الساينس، سكرين ليمف ادينوباثي من السينيك، من السينيك جريفز، يبقى اوتو انت اوتو انت بتقول اجينست اسينك ريسبتور، اسينك ريسبتور، تمام، اللي هو نيورو ماسكل جنكشن، والسيستميك جلوبس اريثيماتوزس، والبرونيشوس انيميا، اوتو انت بتقول اجينست، اوتو انت بتقول اجينست اتلان البريتا سيل، واجينست انترنسيك فاكتور، يعمل حاجه اسمها سو اكيوت كومباين ديشنريشن، يالو باستيك دانس او تيبينيا. تمام، ماشي، واديسونيان ديزيز، اديسونيان ديزيز ممكن يقول انت بودي اجينست السوبرايان جاند، اجينست الزونا فاسيكيولاتا، فيعمل اديسون ديزيز، فيقل، فيقل الالدوستيرون سكريشن. طيب الكلينيكال بيكشر، الطيب سكريشن غالبا في الفيميل، غالبا في الفيميل، المفروض غالبا في الفيميل، تمام، الفيميل الى الميل 8 الى 1، 8 الى 1، يعني كل 8 ستات قدامهم راجل، ماشي، بتحصل في ميدل ايج، بتضرب الفيميل في احسن مراحل عمرها من 30 ل 50 سنه. طيب الجنرال مانيفستيشن قال لك بيحصل ايه، بوليفيجيا، لانها بتاكل، معدل الحرق عندها عالي، فبتاكل كتير وزنوس طويل، يعني بتاكل ومش بتتخن. تمام، الهوت انتولرانس، يعني ايه، في عز الشتاء تلاقيها لبس صيفي، تمام، عشان جسمها ساخن من كتر الميتابوليزم. تمام، المصل ويكنس بروجريسيف، يعني ايه، يحصل تكسير للمصل، انها كاتابوليك على مستوى بروتين، كاتابوليك على مستوى بروتين، هايبر جلايسيميا، عشان بتزود، تعمل ايه، اكسبريشن في الريسبتور على الليفر، فتعمل، تعمل ايه، تعمل جلايكوجينوريس وجلوكونيوجينوس، تزود الابتيك، تزود الجلوكوز ابزوربشن كمان، تمام، تزود سنسيتيفيتي اوف بيتا ريسبتور للكاتيكولامينز، تزود الجلوكوز، هي انتي انسولين افكت، تمام، هي دايابيتوجينيك، ماشي، وبزاد البيزل ميتابوليك ريت، بزود كمان من الكونسومشن بتاع الجلوكوز، تمام، بزود تصنيع الجلوكوز. البوليوريا بتحصل ليه، ان هي بتشرب ميه كتير، بتشرب ميه كتير وتفقد ميه كتير في الميتابوليزم، عمليه الاي بي دي، التفاعلات الكيميائيه دي بتستهلك الميه، تمام، بتطلع ميه، بتطلع اتش 2 او، تمام، ماشي، اتش انكريس رينابل فلو، كمان بيزيد الرينابل فلو، فبيزيد الجي اف ار، فبتروح الحمام كتير. كمان عندك على مستوى الانسبكشن، لو بصيت على، لو بصيت على النك،
الاقيها في مايل تو مودريت لارج تخينه شويه. عملت بالبيشن هلاقي في ماس، هلاقي في ماس تمام كده بتبقى فيرم او فليشن سموث سيرفس. عملت بركشن على العرق الاسترنال، لو كان الجويتر اللي اتعمل ده ورا الاسترنال بنسميه ريتو استرنال جويتر بيبقى فيه ضل، ضل اوفر، ضل اوفر ده جبنا استرنال تمام. عملت اوسكلتيشن هلاقي فيه بروي، اسمع بروي بيبقى ابنورمال بلد فلو نتيجه انكريس الفاسكولاريتي تمام. الجناب ممكن يعمل امينوريا في الفيميل وانفيرتيلتي، ممكن يعمل جينيكوماستي وامبيتنس في الميل. الجي اي تي بتزود الابيتيت، يعني بتاكل كتير شهيتها مفتوحه ولكن بتفقد وزن لان معدل الحرق عندها عالي ماشي. الدايريه بيحصل دايريه كمان بتزود الجي اي تي موتيلتي، بيحصل ليمف اندروبسي وسترينو نيجاتيف. السكن بيبقى ثن، بيبقى ثن ويرم فلاش، ويرم فلاش ليه؟ قال لك ايه صالمو بينك لونه احمر من كتر الفازو دايلاتيشن تمام، من كتر الفيوز ميتابوليزم بتبقى ايه بتبقى ساخنه، حتى لو حتى لو في الشتاء انها بتلبس ايه بتلبس صيفي عشان هي بتحب الشتاء اكتر، بتحب الشتاء اكتر لان الصيف هيبقى في حر وهي اصلا حرانه خير انا حرانه رحلها تمام. بيحصل اكسس فازو دايلاتيشن وهايبر ميتابوليزم فلاقي هي بتعرق، يبقى بتعرق بتعرق وتبقع، تبقع ازاي يعني؟ عشان ايه في بيجمنتيشن، البيجمنتيشن دي نتيجه البيتلايجو، البيتلايجو ده بيحصل 7% من الحالات، 7% من الحالات نتيجه ليه دي ان ايه اسوشيشن اوتو ايمون ديزيز. اسوشيشن البيتلايجو عباره عن اوتو ايمون ديزيز، البهاق اوتو ايمون ديزيز اسوشيتد مع اوتو ايمون ثايرويد، اوتو ايمون ثايرويد ديزوردر تمام. الهير بيبقى ثين ريماتور فورم بيقع بشكل صعب، جرين بنو ايه جرين، والنيل حاجه اسمها بلامرز نيل، بلامرز ايه نيل تمام. حاجه اسمها ثايرويد اكروباتشي، بيحصل حاجه اسمها ثايرويد اكروباتشي. والبيري تيبيا المكسيما احنا قلناها بيبقى سويلنج اوفر التيبيا، بيبقى ايه نون بيتنج، بيبقى تندر نون بيتنج وتندر نتيجه لتجمع الميكوبوليسكرايد وتجمع عبور الجليكان وتجمع الليمفوسايت والايديما، الحاجات دي نتيجه ليه الاميون رياكشن اللي حصل بنسميها ديرموباثي. ديرموباثي طب الكارديو فاسكولار اولا بيحس برفرفه تمام، نتيجه ليه نتيجه لتاكي كارديو، تاكي كارديو الثايروكسين بيشتغل على بيتا 1 ريسبتور اللي موجود على الهارت ويزود الهارت ريت بيعمل تاكي كارديو. قال لك الاستيبنج بولس اكتر من 100، الاستيبنج هو المفروض احنا واحنا نايمين بره السيماتيك شغال وكده، فقال لك الهارت ريت المفروض يقل تمام. قال لك لا وهو نايم الهارت ريت عنده عالي، تاك كارديا ايفن وهو نايم. قال لك وانت معدي في العنايه لا مركزه هتقيس البولس لواحد نايم تعرف منين ان هو عنده سايروكسكوزس من البولس، البولس المفروض واحنا نايمين بيبقى قليل، لا الراجل ده هيبقى عنده ستيبنج بولس اكتر من 100 ويبقى ريجولار كمان. ادام الريجولار افكر في اي اف واكسترا سيستول تمام، الاي اف اتريال فايبريشن اكسترا ستول. قال لك عشان كده اني بيشنت وذ اي اف وذ اتريال فايبريشن ماست دو ثايرويد فانكشن تيست، لازم اعمل له ثايرويد فانكشن تيست عشان استبعد الثايرويد. هايبر دايناميك سيركوليشن تمام، فبيعمل فازو دايلاتيشن فيزود فيزود فيقلل الدايستوريك بلاد بريشر، يعمل فازو دايلاتيشن فيقلل الدايستوريك بلاد بريشر، بيعمل اريثميا سبيشال اي اف بس نيفر نيفر الهارت بلوك، ما يحصلش هارت بلوك ليه؟ عشان ده هارت بلوك معناها ان الاشاره بتوصل ببطء، هنا الثيروكسين بيوصل الاشاره بسرعه جدا، فعمره ما يحصل هارت بلوك، تمام؟ هنا بيحصل اي اف، موست كومن اي اف، يبقى نيوروزس، نيوروزس يعني ايه؟ عندها تريمور كده وايه وعصبيه واي حاجه تضايقها، تمام؟ اريثميا اريثميا كل الاريثميا بتحصل موست كومن اي اف اكسبت مين؟ الهارت بلوك، ما يحصلش هارت بلوك. الهايبر دايناميك سيركوليشن انكريس السيستول ليه؟ عشان الكونتاكتيفيتي عاليه، عشان البيتا 1 ريسبتور يحصل ستيموليشن عن طريق الثيروكسين، والدستور قليل ليه؟ عشان فازو دايلاتيشن، فازو دايلاتيشن بيحصل تمام، فعنده السيستول عالي، السيستول عالي والدايستول قليل. حاجه اسمها في حاجه اسمها البالس بريشر، البالس بريشر هو الفرق ما بين السيستول، الفرق ما بين السيستول والدايستول تمام. انا زودت ده، انا زودت السيستول وهقلل الدايستول فانكريس البالس بريشر، حاجه اسمها الوتر حمر، الوتر حمر بالس او البيج بالس فوليوم. كمان ممكن اسمع فانكشنال سيستوليك مرمر، فانكشنال سيستوليك مرمر نتيجه دي انكريس الهاي اللي فيه كارديو اوف دوت تمام، الهاي كارديو اوف دوت فيليور تمام. السي ان اس على مستوى السايكياتريك بيبقى نيرفسنس، اجيتيشن، منتال ديستربنس، انكسايتي، انسونيا، مش عارف انام وكده تمام. ممكن تخش على مينيا بس رير شويه. الاورجانيك فاين تريمور خليها تفرق ليها كده تبقى ايه في تريمورز بسيطه. ليه بقى في فاين تريمورز؟ عشان امبالانس، يحصل مشكله في المصل سبندل، مشكله في المصل سبندل، بيحصل امبالانس ما بين الاجونست والانتاجونست تمام، امبالانس ما بين الاجونست والانتاجونست. انا لما اجي افرق ايدي، ايدي المفروض ما تتحركش، ما تترعش ليه؟ عشان في بالانس ما بين الفليكسور والاكستنسور، في بالانس ما بين الاجونست والانتاجونست عن طريق حاجه اسمها ماسل سبندل. اوفر سيماتريك ستيميليشن بتلخبط الماسل سبندل دي، فبتلخبط البالانس ما بين الاجونست والانتاجونست، فبتخلي يحصل ايه تريمر. طب مايسينيا جريدز انذر اوتو ايمون ديزيز تمام، والبولي نيوروباثي، والبولي نيوروباثي تمام، بيحصل كمان ايه البولي نيوروباثي ماشي. الاقي كمان لو حصل في الكبار بيحصل حاجه اسمها الاباتي، اباتيك ثايروتوكسيكوزس. طيب الثايروتوكسيك مايوباثي على مستوى مصر، يعني على مستوى مصر مايوباثي، يا اما كرونيك يا اكيوت. الكرونيك تاثر على بروكسيمال ماسلز، والاكيوت تاثر على البلبر ماسل اللي هي تسعه، اللي هي بتاخد سبوعين من 9 و10 11 يعني الماسل بتاعه البلد قوي، الفاركس والدايركس، فيحصل لها ديسبيجيا ارثر والحاجات دي ماشي. الاي افكشن، الاي مهمه، اوفثالموباثي، يحصل ايه اوفثالموباثي
يا اما نون انفلتريتد يعني ما حصلش انفلتريشن، يعني ما حصلش اديمه او ليمفوسايت او كده، يا اما انفلتريتد. لا نون انفلتريت، المشكله هنا الثايروكسين بيزود السنسيتيفيتي بتاعت البيتا ريسبتور 2 كاتيكولامين، تمام؟ يعني بيزود حساسيه المستقبلات للسمباثيك ستيميوليشن، تمام؟ في عندي عضله في العين اسمها المورالز ماسل موجوده في الايدين، تمام؟ كانت بتعمل انيشيشن اوف ايدين اليفيشن، تمام كده؟ كانت بتساعد الليبيتور بالبيبري سوبريوس بتاخد سمباثيك انرفيشن، بتاخد ايه سمباثيك انرفيشن، ماشي؟ دي مهمه. بيحصل ايه؟ بيحصل اوفر ستيميوليشن او اوفر ستيميوليشن واوفر سنسيتيفيتي للريسبتور بتاع البيتا ريسبتور اللي موجود على مدار المصل، فيحصل لها ايه زي ابيتيشن كده، تمام كده؟ طيب بيحصل حاجه اسمها الستيل باك، الستيل باك والدارلين والفونجريف والروزنباخ والسلايد اكس اوف سالونس. دكتور سيف، دكتور سيف، دكتور سيف، الدي الدي دارلين، دارلين الار، الار روزنباخ، الاس الاس ستيل باج، ماشي، والاي اكزوسامس، والفي فونجريف. طيب كل واحده عباره عن ايه؟ معناها ايه؟ الستيل باج ستارنج لوك، مبحلق مبحلق، تمام؟ ليه؟ لان اللي بيحصل، بيحصل هنا ايه؟ بيحصل بروبتوزس، بروبتوز بيحصل ايه؟ بروبتوز زي ما هنعرف كمان شويه، تمام؟ انفريكونت بلينكينج، مش بيرمش، تمام كده؟ الستيل باج حاجه اسمها الدار ليمب ساين، الدار ليمب ريم اوف سكليرا اباف الكورنيا، المفروض الكورنيا ادي مثلا دي الكورنيا بيغطيها الايليد، بيغطي حوالي ابر 1 6 الابر 1 6 من الكورنيا، يبقى مغطي بالايليد. هنا الكورنيا كلها تبقى باينه وحته من السكيلر باينه، يعني بص كده مع بعض ده كده مبحلق، البحلقه دي اسمها ايه؟ الستيل باج، الستيل باج المبحلق جامد كده اسمها ستيل باج ساين، ماشي، ومش بيرمش، ماشي. الدار ليم هلاقي دي كورنيا، دي كورنيا، الكورنيا المفروض بتبقى مغطيه ابر ليم، الابر 1 6 الابر 1 6 متغطي بالايليد، يعني الايليد المفروض يبقى مغطي الحته دي، يبقى نازل لتحت، لا هو مش نازل، هو طالع لفوق، تمام؟ فالكورنيا كلها باينه، الكورنيا كلها باينه، وحته من السكليرا كمان باينه، الريم اوف السكليرا اباف الكورنيا بتبقى ابير، ماشي؟ بنسميها ايه؟ الدار ليمب ساين، ماشي؟ طيب ادي الستيل باك مبحر اهو بالشكل ده، ستيل باك، ماشي. في حاجه اسمها الفون جريف، الفون جريف عباره عن ايه؟ الفون جريف المفروض انا وانا لما اجي ابص تحت الجلوب، يعني العيني تبص لتحت الاقي الليد اي ليد ينزل تحت هو كمان، يعني مثلا القمر اي ليد مش هيلم فوق، يعني انا ببص لتحت الجلوب حبايه العين نزلت تحت، فلازم اي ليد ينزل معاه، لازم اي ليد يحصل له ريلاكسيشن وينزل معاه. نتيجه للسبازم اللي موجود في المدى المصري الاي ليد هيتاخر شويه على ما ينزل، تمام؟ بنسميها ليد لاج، ليد لاج يعني تاخر الاي ليد في النزول، ماشي؟ الفون جريف دي كده، الفون جريف هتلاقي العين، العين نازله لتحت، العين بتبص لتحتها ولا الليد لاج لفوق، الليد ابر ليد لفوق، تمام؟ العين اللي بتبص لتحت والليد لفوق، يعني لسه ما نزلش، ليد لاج، ماشي؟ في عندنا كمان الروزنباخ، الاقي في الفاين بريمور، في بريمور على مستوى الاي ليد، نتيجه احنا قلنا بيحصل امبالانس ما بين الفليكس والاكسترا، او امبالانس ما بين الادجونس والانتاجونس، او في يعني مثلا اوفر سيمتريك ستيميليشن، الاقي العين بتلف كده فاين بريمور، ماشي؟ سلايت اكزوستالموس نتيجه للريتراكت الابر ليد، الابر ليد راجع لورا فالعين بتبص لقدام كده، سلايت اكزوستالموس، ماشي؟ طيب في عندنا حاجه اسمها ايه؟ طب انفلتريتد، انفلتريتد زي ما احنا قلنا الاوبستالمولاسي اللي احنا قلناها دي، اللي هي الاوتو انتيبودي اللي تفاعل مع تي اس اتش ريسبتور، الاوتو انتيبودي ده هيشتغل على مين؟ على الاوربيتال تيشو، اللي هو اوربيتال فات والكونكتيف تيشو والاكسترا تو ماسلز واللاكريم جلاند، فيعمل ايه؟ والكونجنت تايب كل ده اللي هو اسمه ريترو بالبر سبيس، فيعمل ايديما والليمفوسيتيك انفلتريشن كرونيك انفلاماتوري سيلز والبورتجلاتين اكيوميليشن والميكسيماتس تيشو اكيوميليشن، واسمها مش لا اسمها ميكوبول ساكرايد اكيوميليشن، الحاجات دي كلها بتتجمع ورا حبايه العين فتزق الحبايه بره، تمام؟ بعد كده انفلاميشن، لا انفلاميشن او الميور اكشن ده بيتحول لفايبروزس ونكروزس. طب يحصل اكزوبسومس، بيبوظ العين، بيبوظ لبره، يا اما يونيلاترال يا اما بايلاترال، تمام؟ بنسميها الثايرو توكسيك. ممكن كمان يحصل الاوكيولار جريفز، يعني الاي برزنتيشن بتبقى قبل الباقي برزنتيشن، تمام؟ طيب ان يحصل انجكشن في الكونجكتيف، انجكشن في في الكونجكتيف، الكونج محمر، تمام؟ الكونج ايه؟ محمر، عينه حمراء يعني. سويلنج في الاي ليد ولا كمان جينا، ماشي؟ اكسترنال اوبسالموفيجيا، تمام؟ نتيجه ايه؟ ضعف في الاوكيوموتور ماسل، ضعف في الاوكيوموتور ماسل، ضعف في الماسل دي حاجه اسمها الموبيل ساين والشافوري والرودر تيست. الموبيس لاك اوف كونفرجنس دي تو ويك ميديا ريتاي، في عضله اسمها ميديا ريتاي كانت بتجيب الحبايه لجوه، وانا بقرا اثناء القراءه الريدنج انا يعني بتحول لجوه شويه، بيحصل لها ميديا كونفرجنس. قال لك ان في عضله اسمها ميديا ريتاس، الميديا ريتاس دلوقتي معرفه هيحصل ايه؟ لاك اوف كونفرجنس بيبقى بالشكل ده كده، ادي الموبيس ساين، الموبيس ساين الاقيه عينه مش راضيه تخش لجوه، عينه مش راضيه تخش لجوه، تمام؟ يبقى لاك اوف كونفرجنس، لاك اوف كونفرجنس، ماشي؟ في حاجه اسمها الجافوري ساين،
جوفوري جوف جوفروي جوفروي ساين جوفروي ساين جوفروي ساين لاك اوف فور فور هيد كورجيشن. المفروض وانا ببص لفوق بيبقى في كورجيشن، في تجاعيد كده، تجاعيد في الجبهه، تمام، لاك اوف فور هيد كورجيشن اسمها جوفروي ساين. واحده بتبص لفوقها، بتبص لفوق الاقي مفيش كورجيشن، واحده بتبص لفوق الاقي مفيش كورجيشن، الكورجيشن اللي هنا دي ضايعه مفيش، تمام. وادي هنا برضه نفس الحكايه، اهو واحد بيبص لفوق الكورجيشن مش موجود، ماشي. بعد كده في حاجه اسمها الرودر تيست. الرودر تيست معناها ايه؟ المفروض لما يحط المسطره بالشكل ده كده، العين ما تلمسش المسطره، العين ما تلمسش، لان العين جوه، العين جوه ما تلمسش المسطره، العين بقى منها بتطلع لبره، طلع لبره العين اولا، هتلمس العين، هتلمس المسطره لانها طالعه لبره. ولما اقيس المسافه دي لها مسافه معينه، هتلاقي ايه اكتر من المعتاد، اكتر من النورمال، ماشي، حصل بروبتوزس، العين هتلمس المسطره وتبقى مسافه كبيره، ماشي. ده كده اسمها ايه؟ الرولر تيست، ماشي. كمان بيحصل، ممكن يحصل اوبتيك اتروفي، ممكن يحصل اوبتيك اتروفي، ماشي. بيحصل اوبتيك البين الاول، والفوتوكوبيا والالكتريشن والحاجات دي، بيحصل بيحصل كورنيال السر، سكند كورنيال السر، بيحصل برايمري اوبتيك، وبيحصل اوبتيك اتروفي بنسميها المالينجن بيكسل سيرومس، فيبقى ايه؟ يحصل بلايندنس، عشان كده بتبقى من ضمن الامرجنت سيتويشن. طب الكلاسيفيكيشن اوف اوف جريفز ديز، الاي برزنتيشن، الاي برزنتيشن بتاع جريفز ديز بقسموها 6 جروب، 0 1 2، بقسموها 7 جروب، 0 1 2 3 4 5 6 8. طب الزيرو نو ساين، مفيش اي حاجه، ولا نو ساين ولا نو سمبتوم، تمام. واحد رقم واحد جريد واحد يعني ليد لاج مع ستار جلوك، تمام. اونلي ساين، مفيش سمبتوم، ماشي. يعني انا شفتها، انا شفتها، تمام. يعني كدكتور انا اللي اكتشفها، انما هو نفسه ممكن ما ياخدش برنامج. اثنين سوفت تيشو انفولفمنت، يبقى بري تيبيا، هل بري تيبيا بري اوربيتال قديمه، بري اوربيتال قديمه يعني حوالين العين يعني، وريد ناس وكيموزس، ماشي. ماشي، يقول لك ثلاثه بروبتوزس، أربعة يبقى إكسترا أوكيلار ماسل إنفولفمنت، يعني لو حصل بروبوز أدي رقم ثلاثة، لو حصل إكسترا أوكيلار ماسل إنفولفمنت أدي له أربعة، الكورني إنفولفمنت يعني كورني الألسر وكده يبقى أدي له خمسة، لو في سلايد لوس يعني بلايندنس يعني أوبتيك نيرف إنفولفمنت يبقى رقم أدي له كام؟ أدي له ستة.